بين الإدانة والبيانات التي هي كلاسيكية، يعني ما تنديد ولا يتجاوز ذلك. هل أيضا البعض يقرأ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنا الآن وعبر الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مفتوحة مع كل طرف، إن كان يدعم أو يسند أو يوفر أي غطاء كان للمقاومة الفلسطينية، وهذا أيضا في إطار الترتيب، عليكم أن تعودوا إلى ترتيبات كنت وضعتها وعلى الجميع أن يلتزم بها. نعم، ولكن تحذير في قلب تهديد، يعني نعم أو عفوا تهديد في قلب تحذير. إحنا خلينا نتكلم عن شهور الإدارة الأمريكية التي يتحول فيها الرئيس إلى بطة عرجاء، سواء بسبب سن الرئيس أو عدم تركيزه أو فشله في مناظرته مع الرئيس ترامب الأخيرة اللي كانت نهاية الشهر الماضي. كل هذه المؤشرات تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة يعني ربما يرثى لها من حيث القدرة على التأثير على إسرائيل. وأنت رأيت عندما نتنياهو، صحيح أنه خاطب كونغرسا منقسما، وصحيح أن هناك أعضاء ديمقراطيون كثر قاطعوا حوالي 120 نائبا قاطعوا هذا الخطاب، وبعضهم حضر مثل رشيدة طليب ورفعت لافتة كريمنال وور أو مجرم حرب، لكن مع ذلك يعني أنا في اعتقادي أنه نتيجة ما فعله نتنياهو في الكونغرس لم تكن إيجابية بالنسبة إليه هو شخصيا، ولذلك أعتقد أنه عاد إلى المنطقة بهذه الخطة التصعيدية التي أعتقد أنها كانت معدة من فترة، لكن هو ينتظر يعني الذرائع أو الظروف المناسبة لكي ينفذ هذه الاستراتيجيات. ويعني دعنا نعود مرة أخرى إلى موضوع منطقة الترتيبات الإقليمية. واضح جدا أنه يعني إذا افترضنا أن الدول العربية ستقوم بجهود تطبيع أكبر، في اعتقادي أنها ستنتظر الرئيس القادم، يعني هي لن تقدم هدايا في هذه الشهور الأربع القليلة. يعني افترضنا مثلا السعودية مثلا أو غيرها قررت أن تمضي في مسار التطبيع، أعتقد أنها ستتريث قليلا على الأقل حتى تقترب انتخابات الأمريكية وتظهر المؤشرات من سيفوز أو من سيخسر، حتى تستطيع أن تراهن بشكل أدق على هذا الموضوع. طبعا في كل ما يحدث من ترتيبات إقليمية، الدور العربي ربما البارز جدا هو دور الإمارات. يعني الإمارات فعليا هي الأقرب إلى هذا الترتيب، سواء من حيث مقترح قوات دولية إلى غزة، سواء فكرة يعني إنها تقدم مساعدات إنسانية أو إغاثية أو شيء من هذا النوع. هي فعليا أقرب طرف عربي في هذه اللحظة إلى تبني تقريبا الأجندة الأمريكية الإسرائيلية هو الإمارات. وواضح جدا أن هناك رهان أيضا بعودة الرئيس ترامب إلى السلطة. ونعود مرة أخرى لمنطقة صفقة القرن بكل الترتيبات المصاحبة لها، من أول الاعتراف يعني بالقدس عاصمة لإسرائيل، الاعتراف بالجولان بوصفها أرضا إسرائيلية، تغير الموقف من الاستيطان، أن تقوم إسرائيل بموافقة اليمين الأمريكي أو بالرئيس ترامب أن تقوم بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وخلاص يعني نكون إزاء نهاية الصراع بالشكل الذي تريده إسرائيل.